رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو يحطم الرقم القياسي لأطول وقت يقضيه خارج الأرض بعدد أيام، وصل إلى أكثر من 878 يوماً و12 ساعة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش. رحلة كونونينكو الحالية انطلقت إلى المحطة الدولية العام الماضي على متن المركبة سويوز برفقة زميله نيكولاي تشوب ورائدة الفضاء الأمريكية لورال أوهارا لور، ومن المفترض أن تنتهي حتى عام 2025، وهي تعتبر ضمن المشاريع الدولية القليلة التي لا تزال تشهد تعاوناً بين الولايات المتحدة وروسيا. وكالة الفضاء الروسية قالت إن كونونينكو البالغ من العمر 59 عاماً حصل على المركز الأول متجاوزاً جنادي بادالكا الذي جمع إجمالية 878 يوماً و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية، ومن المتوقع أن يسجل إجمالية 1000 يوم في الفضاء في الخامس من يونيو و1110 أيام بحلول نهاية ديسمبر. أسافر إلى الفضاء لأفعل الشيء المفضل لدي وليس لتسجيل الأرقام القياسية. أنا فخور بكل إنجازاتي، ولكنني فخور أكثر بأن الرقم القياسي للمدة الإجمالية لبقاء الإنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد فضاء روسي. كونونينكو كان يحلم بالذهاب إلى الفضاء عندما كان طفلاً، والتحق بمعهد للهندسة قبل أن يخضع لتدريب رواد الفضاء، وكانت رحلته الفضائية الأولى في عام 2008.